مساء الفل عليكم وحلقة جديدة من برنامج شارع النهار. معانا ضيفة ممثلة شاطرة، تشتغل دراما ماشي، تشتغل كوميدي ماشي، لا وكمان ايه، مثلت مع نجوم كبير قوي زي عمر الشريف، وبتشارك دلوقتي مع احمد امين في امين وشركاء. ومعانا ومعاكم الفنانة ياسمين رحمي. يا سينا. اوه لا لا. صح تحسينا. اه والله عامله ايه بيبي؟ مذيعين مذيعين. يا لهوي لا. انتوا حاجه ثانيه خالص، انتوا هنا غير لا عيب. هناك فرق. بنعطي كل زي حق الحق يا فندم. الله اكبر. امال ازاي؟ صح صح. لازم. الفنان يعمل كل حاجه. منورانا ياسمين والله. بنوركم والله، مبسوطه اني معاكم قوي. خلينا بقى نتكلم عن بدايتك في الوسط الفني. ان 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 لا ولا اي سسبنس خالص. لحد المزيكا مش معانا ولا دخلتي لوحدك؟ احنا عندنا موسيقى تصويريه. حد ساعدك دخلتي لوحدك؟ لا هو يعني ما نعتبرش قوي حد ساعدني، هي ماما بتمثل. تمام. الست بتمثل، بروح معاها اللوكيشن. ممكن اقول لهم ماما مين؟ عفاف مصطفى ممثل. كانت مامتي مامتي يا جماعه. في المسلسل. في المسلسل عفاف مصطفى بتمثل بقى من زمان، وكانت زمان بتمثل فترة طويلة، ولما خلفتني قعدت من التمثيل. نسلم عليها نسلم عليها. سلام سلام يا مدام عفاف، عاملة ايه؟ فكنت بروح معها اللوكيشن بقى، عيلة صغيرة بقى، وراح اتفرج وعجبتني الاجواء وبتاع. فمثلا ايه، ابقى في مخرج يشوف بنتها معايا، طب ما نديها دور فيه بنت الممثل، نديها يلا خش ياسمين مثلي. مرة في مرة لحد ما الموضوع حلو قوي في المدرسة بقى، متصيطة ياسمين بتطلع في التلفزيون، فلا حبيت الحكايه ما حبيتش الموضوع قوي. قمت داخله بقى، قلت لا، قلت خلاص بقى انا هخش في الجامعه ادرس فنون مسرحيه. حاولت ادخل فنون مسرحيه، عرفت ان كل سنه بقى بيتقدم مجموعه كبيره قوي ويصفصفوا على سبعه. قلت لا لا مش هخش في التشالنج دي، انا هخش كليه اعلام وادرس بقى ايه الاعلام وبتاع. عملتي زيي يعني بصراحه. درست اعلام وكملت في التمثيل برضه. وزي ما احنا جامدين قوي. نقدر نقول يا فنانه ياسمين رحمي ان حبك للتمثيل نبع من حب والدتك للتمثيل؟ طبعا منذ نعومه اظافري. هل يمكننا القول هذا؟ نعم يمكنك. يمكننا القول هذا. يمكنك. طب مين رشحك الاول دور ياسمين؟ مامتها. ده ماما هي طول هي اللي تجاوب النهارده. طبعا ماما مش رشحتني، هي معاها في اللوكيشن على طول ياسمين بقى، فخش ياسمين اعملي دور خش. فهي جت كده يعني. طلعي بنت المسلسل. بنت المسلسل. بنت المسلسل. بنت الفيلم. بنت اي حاجه. بنت البطله. طب ايه احساسك يا ياسمين وانت واقفه في بلاتو واحد قدام عمر الشريف؟ اوه لا لا عمر الشريف ده بقى قصه ثانيه. مبدئيا هو غير من الناس بتشوفه في التلفزيون الله يرحمه، يعني كان فاني جدا، يعني الناس ممكن تشوفوا الجان التقيل البتاع الريس، لا لا ده هو كوميديان ويوقعنا من الضحك وبتاع، ويقعد يحكي بقى على ذكرياته زمان بقى. انا برضه الناس بتلخبط فيها كده، بتفتكروني الجان الجميل اللي هو. وتفرق عنه ايه؟ قول نبي قمر. الله يخليكم والله. والله كيدهم وفارسهم وزي القمر. لا فعمر الشريف كمان هو ودود جدا، وحد اتعلم بره بقى ودرس بره وعاش بره واشتغل بره وبتاع كل حاجه بره. فهو جاي مصر بالنسبه له الناس دي كلها حبايبي وبتاع وولاد بلدي وكده، في احتواء، عامل احتواء لكل الناس للاجيال الجديده، فلا هو حد هايل جدا. شرفنا بره جدا. طبعا. طبعا. مثل مع نجمات تقال تقال تقال، وكلهم كانوا بيحبوه بصراحه. جوه الافلام. وهو كان منفض لهم كلهم. ايوه والله جوه بره. كده جدا. كان بيقعد يحكي لنا ذكرياته بقى. ما دي احلى حاجه، ان انت بتقعدي تسمعي ذكريات هو عمره ما هيقولها في برامج. لا. فانا عرفت بقى قصص عن حياته، وازاي هو اشتغل بره، وازاي الناس كانت بتحبه، وازاي هو قدر يعمل اسم لنفسه، حاجات هو ممكن ما يقولهاش في البرامج، بس حاجات فعلا مشوار، يعني عمل مشوار حقيقي حلو يعني. جدا طبعا. جدا طبعا. طيب احكي لنا ايه اول مره مثلتي فيها مع مامتك استاذ عفاف؟ وكان ايه؟ انا مثلت بتهيالي حاجات كتير، بس انا يعني انا دايما عندي ذكريات مع ماما في اللوكيشن. ماما لو انا معاها في مشهد هي بتنسى ان هي بتمثل، تقف تعدل لي شعري، تقف تركز معايا في الاداء بتاعي وتنسى كلامها. هي قاعده بتراقبني، مش قاعده بتمثل معايا او لا. انت قلت لي بحبك في المشهد ليه يا مات؟ انت عبيطه. عملتي الرياكشن ده ليه؟ ايه الرياكشن اللي انت بتعمليه؟ لا وممكن تقول ستوب يعني، فاهمه؟ هي ممكن ستوب، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه التمثيل اللي انت بتمثليه؟ ماما احنا في لوكيشن في مخرج يعمل كده. قلت لي ما انت بنت اسيبك تعكي جو بقى كده. لا 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 ماما كوميديه جدا انا وهي. لذيذه جدا. كوميديه جدا. ما بنرضاش نقعد مع بعض في اوضه واحده. لا ليه؟ عشان ما بنعرفش نركز.
طول الوقت قاعده مع بنتها بقى، فطول الوقت عماله تخليني بقى وتذاكر بالظبط. طب يا ماما وانتي مفيش، لا ما تلبسيش ده لا قولي لو ما قلتيش كده بشبشب قدام الناس ومش هيهمني. وتحرجني عادي وتشتمني قدام اللوكيشن ولا في اي مشكله ماما بقى. طب والله حاجات حلوه. والله احكي لنا موقف طريف يبقى ماما معاكي في اللوكيشن. موقف طريف استنى اكيد هحكي لك موقف كوميدي قوي. كنا بنعمل مسلسل وهي في مشهد انا مش يعني احنا مع بعض بس الضحك مش قادر لا والنبي لا لا اكمل والله اللي جاي احلى. فانا وهي في مشهد مع بعض فهي سمعت ان في ممثله وقعت في اللوكيشن، هي مش عارفه انا ولا لا، فخارجه بتجري يا لهوي بنتي بيقولوا انها وقعت. يا ستي لا ده ممثله وقعت، ما هي بنتي معانا في اللوكيشن. لا فين ياسمين انت كويسه يا بنتي؟ يا حبيبتي انا كويسه في ايه؟ لا بيقولوا لي انك وقعتي. مش انا يا ماما دي ممثله تانية. لا يبقى انت ومش عايز انتوا بتخبوا عليا انتوا ويا ماما في جميله فعلا. فماما ست دراميه طيبة قوي 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 وطيبه جدا قوي. انا سجيتها برضو. هو موقف مش كوميدي. لا انا اسفه. لا والله انا اسفه والله. انا مش كوميديان. انا هقول لك ليه انا لازم انا اعيطكم ممكن اضحكوا. لا ياسمين ليه بالنسبه للموقف ده كوميدي؟ انا عارف الامهات بتبالغ في موضوع في كل حاجه. يعني في مره حصل زلزال في قاره انتاركتيكا لقيت ماما بتكلمني بالظبط. طب ليه في قاره ثانيه؟ طب ليه اللي وداني هناك يعني؟ بجد عظيم. قال انا يا واد يا سلطان يقول لك انتاركتيكا دي متجمده وفيها زلزال. انت هناك يا ولد الجبرد هناك في قلب سلاكلوك. حاجات غريبه. الامهات جمال برضه. طب ياسمين انت احدث حاجه بتعرضك دلوقتي اناشيري.com. كلميني بقى عن اناشيري.com. طيب اناشيري.com هو اول مسلسل للانترنت نتفليكس. مش نتفليكس هي فيو. لا فيو او هي بتقال فيو. دي زي بلاتفورم هي شبه نتفليكس بس هي معموله للشرق الاوسط اكتر. ده اول مسلسل يتذاع عليها انتاجها كمان. الفكره جديده جدا. انا كان بالنسبه لي هعمل مسلسل للنت طب ما اكيد هيبقى كواليتي واقع واكيد مش هيهتموا بيه واكيد ما حدش هيشوفه. العكس تماما. العكس تماما كواليتي. انا يعني حاسه ان هو احسن من مسلسلات كتير انا عملتها. يعني مهتمين بكل حاجه. كنت متخيله ان هو مش هيوصل للناس كمان اسرع. لا وصل كويس جدا. والانستجرام عندي عالي قوي اول ما المسلسل نازل اللي هو ايه ده بجد يا جماعه؟ طب ما نشتغل نت فعلا بقى. في ناس كتير. ما هو ده اللي جاي على فكره فعلا. ما هو ده اللي جاي. والمشروع كمان الناس حبيته جدا. هو اولا مشروع شبابي وده اللي كان المفروض يحصل ان انت ما ينفعش تعمل للنت حاجه قصه فيها ابطال كبار في السن او قصص دراميه. لا هو كان لايت وكوميدي وشبابي كله شباب واللي ورا الكاميرا كمان كانوا شباب. ما عدا لا المخرج استاذ رامي رزق الله بس هو مخرج عنده حس كوميدي فطبيعي ان هو يعمل حاجه بس شاب يعني ما تكبريش. لا هو مش كبير. بسم الله عشرينية كده. اسمع الله حبيبي معلش لا قول بقى ايه يا رب اللي يجي في سيرتي يحتار حرتي. يا رب اللي يجي في سيرتي يحتار حرتي. وبرقلي كده ليه فوزي؟ وبرقلي كده ليه فوزي؟ كملي. فالمسلسل بصراحه لا يعني خد صدى كويس جدا والناس شافته بشكل كبير الحمد لله. وده انا اتفاجئت بيه. يعني انا كنتش متخيله انا بعمله كده بقول يا رب. لا ربنا كرم الحمد لله. وبعمل واحد تاني معايا سارة الشامي معايا جايلان معايا محمد مهران معايا فارس حداد معايا لاشين معايا ناس كتير جدا معايا عماد رشاد طبعا ناس لا 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 حبايبنا والشباب اللي طالعين بقوه. ايوه وربنا يا رب. فتشاف بشكل كويس والكواليس كانت حلوه كمان فالموضوع طالع لطيف. احكي لنا ايه الحاجات اللي احنا كلنا سن بعض ففي كوميديا بقى في الكواليس. احنا بنقعد نراقب بعض في المشاهد ونضحك بعض من ورا الكاميرا وبنعمل شغل عيال قوي يعني جدا مدمرين فلوس المنتج. لا والله. طب والله بنعمل في اليوم بتاع 25 مشهد يعني عاملين ما شاء الله. وايه ومش مشاهد مثلا متلصقه ولا وان كاميرا ولا وان شوت ولا لا 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 زوايانا حياتنا بس لا هم عندهم تكنيك سريع شويه في فرش الاضاءه والحاجات دي فبينجزوا المشاهد بسرعه. حلو جدا. فلا اتعمل بشكل كويس والكواليس حلوه جدا ولما نزل انا اتبسطت بصراحه برد فعل الناس الحمد لله. ده اللي كنت مستنيه الحمد لله. في تجربه حلوه كمان عندك امين وشركاء. ده مسرح كوميدي او دي مسرح. اول مره في حياتي اشتغل مسرح. احساسه ايه بقى؟ ده رعب. انا اول يوم عرض والله العظيم اول يوم عرض بقول لنفسي ايه طب ما تهربي طب ما تلفي وتمشي طب لو مشيتي ايه اللي هيحصل؟ خوف بقى. انا عمري ما اشتغلت مسرح. انا اول مره وقفت على مسرح حصل لي ايه؟ ما قلتلكش انا قبل كده سلطان كنت لابسه فستان فرح ولابسه بوت. اوكي بوت تحت الفستان؟ بوت تحت الفستان مش هيبان. اوكي طيب فانا عامله ايه واقفه كروس كده وعامله ايدي كده فبتخانق مع اللي قدامي قام زقني قمت واقعه كده متشقلبه. الله
اول يوم في مستني فرح بقى التنوره فجاه وراحت نانسي بجد وقعت يعني اللي هو ايه كانك على على انا عامله كروس فانا مش عارفه اروح كده ولا كده قمت متاخده بقى ايه شقلباظ جيت اقوم وقعت تاني ايه ده ايه ده فكان ده اول يوم كملتي التجربه بعد كده لا عروسه المفروض ضحك مش قادره طب ما حلو مش عارفه افصل الله. بس ده كان اللي بيحصل وقعتي في المسرح لا طيب لا بس انا يعني بصي هقولك على حاجه تجربه امين وشركات هي اول تجربه مسرح ليا طبعا واحنا حاليا لسه بنعرض احنا عندنا كمان موضوع مختلف شويه احنا كل اسبوع في مسرحيه جديده اوكي فاحنا ما بنلحقش نزهق يعني انا كان في بالي ان اللي يعرض مثلا مسرحيه لمده سنه ويفضل يقول نفس الكلام ينتعه لمده سنه ده منتهى الزهق انا بالنسبه لي كده لا احنا ما عندناش الاحساس ده كمان عندنا تجربه كوميديه فالفكره ان انت بتعملي نصوص كوميديه فالموضوع لايت فبنعمل حاجات بتشوفي رد فعل الجمهور على طول وانت قاعده ما مش محتاجه تستني لما المسلسل يتعرض ولا الفيلم ما بيكدبوش المسرح عامه جمهوره لو وحشه مش هيضحكوا فهتبقي بالظبط رد فعل وقت ايوه يا هتتحرج يا هتتبسط يا هتتحرق فانت يا هتموت يا فاهم ففي ايام مثلا الجمهور بيبقى عالي قوي فنحس بقى واو واجم ايام الجمهور لطيف مش عالي قوي بس يعني بيضحك بتحفظ بس المسرح جميل طبعا بصراحه اول فيلم بس اتبسطت لان الحمد لله احنا كومبليت معظم الوقت فحاجه حلوه يعني صح. طول الوقت مسرح جميل قوي يا جماعه في روح احمد امين كان وطايره كده طول الوقت راحه جايه كده بس اول يوم هو اللي كان رعب ده اللي كنت مفكر اهرب مع الامين تاني واكرم حسني والوصيه وبوزو لا وده بصي هقول لك ده احلى حاجه بقى دي اللي انا اتعرفت عن طريقها على احمد امين وبعدها اشتغلنا مع بعض في امين وشركاء احمد امين واكرم حسني في الوصيه انا اشتغلت عن طريق استاذ خالد الحلفاوي المخرج مبدئين الاثنين احمد امين واكرم حسني قمه الضحك في الكواليس حاجه مش طبيعيين حقيقي هما الاثنين فاهمه بعض حقيقي يعني يمكن اللي بيطلع اكرم كمان يعني كارثه اكرم ده يعني اشكو اللي بيطلع على الشاشه والله ما يجي حاجه في الكواليس الكواليس دي لو اتصورت والله بيج ماتيريال ممكن يضحك مصر كلها مشكله بجد والاثنين كمان مع بعض دويتو كان رهيب مسنكين سوا حلو قوي وكل واحد واخد حتته فما فيش حد بيلعب في حته الثاني ففي ضحك طول الوقت مفيش حد بينافس من التاني وبيساعدوا بعض ويساعدونا كانت احلى كواليس حقيقي واحلى شغل ما كانش شغل كتير قوي معاهم بس اتبسطت وعن طريقه بقى اشتغلت مع احمد امين في الوصي في احمد امين امين وشركاء امين وشركاء ياسمين سؤال محرج جدا ولك الحق انت قولي لي مالكش دعوه ها الحلقه اللي في مناخيرك ده بيمنع الانفلونزا ولا ده انا عندي برد يا ريت والله يمنع الانفلونزا والله يا ريت استخدم ازاي مع المناديل ده مستخدم ازاي ده اصل انا يمنع الانفلونزا لا يمنع الانفلونزا هو مش دواء ده حلق بيعمل ايه طيب هقول لك انا ده موضه ليك الحق انك تقولي مالكش دعوه لا وليه حق ان اجاوب كسف والنبي مخبي عنك حاجه والله لا اقول لك لما بعوز عندي برد وعايزه استخدم الكلينكس عشان عمال يجي في بالي من بدري عشان عندي برد وعمال اقول انت عايز تحط حلق عايز تحط لا انا بتخيل نفسي مكانها دلوقتي وحاطط الحلق فانا دي في حاجه انا لا بيتشال ده سهل جدا ده بيتشال ويتركب وفيه منه انواع صغيره كمان ما تحسش بيها وبتاع بس والله طلع موضه طب اقول لك على حاجه اعمل في ولاد دلوقتي بتركب هنا والله العظيم في الحاجب حلقان وفي في الشفايف بس لا الشفايف انا في الودان في الودان ده العادي بيلبسوا حلقين في هات بقى حلقين ان شاء الله لما يبقى معاك فلوس كتير حلقين الماس صغيرين وتاجر فيهم وتاجر في الحلقان ده اغنياء الاغنياء بره مصر بيلبسوا حلقان في ودانهم ده الناس معناه ان هو بقى حد يعني غني قوي حلقه في ودنه يعني وبتاع حلقه في ودنه بس في ودنه واحده يعني زقنانين لا ده شغل عالم تعبان يعني فلناش دعوه خلينا في ده حلو انت اللي سالت انت اللي سالت شكله جميل والله وانا مش حاجات بنات حاجات بنات ماشي خلاص نرجع للبرنامج بتاعنا نرجع لموضوعنا في مسلسل الرحله وقفت امام باسل الخياط وكان الدور مختلفا تماما انت مدبلج ليه النهارده يقول لك رجعت اسئله طبيعتي قعدت تقولي لي طب والله طبيعتك حلو صح لا يا سلطان انت جميل طبيعتك حلو زي ما انت عايز خليك زي ما انت طب والله العظيم بجد قول بقى من الاول الخاتم بتاع الحواجب ده بيتحط خاتم الحواجب خاتم الحواجب وحلب يمنع البرد مالك يا سلطان قول انت مش حالتك الطبيعيه الله يخليك والله بص هقول لك انا بقى بس الخياط تمام بس الخياط اول يوم رحت اصور معاه لذيذ وفن وبتاع وكول جدا اول ما دخلنا اللوكيشن والله العظيم لبسوا حد تاني ما عارف يعني
اولا شكله متغير، حطوا له بقى باروكه واللبس والاداء وطريقه كلامه بدات تبقى بطيئه كده وتاخد مود. ايه ده، ايه ده، إيه انت اللي كنت قاعد معانا فوق بنتكلم، مالك، ايه اللي حصل لك، انت بتتلبس ولا ايه؟ فلا، وشاطر جدا يعني. هو بقى مستو ان هو دخل اللوكيشن بقى واحد تاني، فصل تماما عن الشخص اللي انت قاعده بتتكلمي معاه، فبياخدك في حته تانية، بيفصلك انت كمان عن الشخص اللي كنت قاعده معاه، وبتخشي معاه في المود فعلا. فنخش بقى نعمل المشهد، بنبقى حقيقيين، بنبقى موجودين في الحدث حقيقي، مش فاصلين، مش بين هنا وهنا. فباسل رهيب، حلو، باسل شاطر جدا. لا بجد باسل الخياط عمل الدور ده حلو. ايه رايك يا نونس نلعبها؟ تلعبي معانا لعبه؟ ايه رايك نعمل تجارب اداء، نقول لك انا اعمل رياكشن جمله وانت تعملي رياكشن بس؟ ماشي. يلا حلو جدا. يلا اول حاجه قولي لي برياكشناتك بس من غير ولا كلمه. انا بحبك بعنف يا سلطان. رياكشن مش لازم يا سلطان، برياكشن. ده لا كده بعنف قوي بقى، ده كده ده عنف جامد، ده عنف جامد، حب جامد. ايه قادره تاني شفتوش بحبك؟ لا 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 لا، اخر مره عشان الكاميرا جديده. انت عايز تتحب يا سلطان؟ والله انت محبوب، والله انت محبوب. اي لاف يو، اعرف كده ليه؟ اي لاف يو يا سلطان، اي لاف يو من غير ما اعمل لك رياكشن. خش على اللي بعده. برافو والله. اعملي رياكشن واحده مبسوطه بس مش مبينه، مدكنه كده. لا دي مستحلفه. مش هقولك انا مبسوطه ليه. لا هو ده المفروض. انتي مبسوطه بس مش مبينه. اديها واحد تاني. اسالها بحاجه مختلفه. يلا قولي انا بحبك بس بحزن. الله. هي كلها كده يعني. انتي بتحبيني مثلا وانا من فضلك. انت كده محتاجه مساعده. لله جنيه والنبي ياخد. ماشي. طيب نعتبرها كسبت البطوله. اعملي رياكشن واحده لسه مخلصه اكل حالا. فين نفخه كرش؟ الجمهور هيضحك علينا قوي. سلطان بصي يا مخ الفرخه دخلت نفشت جوه. يوم ادخل على اللي بعده. اعملي رياكشن انا بكرهك، ده سهل. انا بكرهك. عملته فشخ. اكتر مشهد يعني اكتر رياكشن مش مصدقه بجد. مش حاسس ان في حد ممكن يكون بيكرهني. في هل في؟ خلاص خلاص يا ماشي، خلاص كفايه كرهك، كفايه تكرهني كده. لا اي لاف يو، اي لاف يو سلطان، اي لاف يو. طيب اعملي رياكشن واحده مكسوفه تقوم ترقص في فرح وبعدين فجاه بتقوم تشعلل الدنيا. محتاجك يا ارتست معانا. اوكي احنا عادي. هو انت مكسوفه جدا؟ انا اوكي ومفيش خالص. تمام. وفجاه تقومي تولعيها، مش فاهمه ازاي. طيب يلا 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 اديها ارتست، اديها. يلا يا سلطان. ايوه بقى، ايوه بقى، ايوه ده لا حرام. ايوه هو ده واحده من الملايين، او الملايين مش انا من الملايين. نورتينا يا ياسمين، والله اتبسطت قوي. وعسوله وفرفوشه كده جميله. احنا لازم نسمعك اغنيه يعني مش تبسطك بقى. دلع يا دلع. بس أيوة. قبل بقى ما نمشي احنا للاسف كده الوقت للاسف خلص معاكي، بس عدى في ثواني والله. في ثواني الوقت والله ما حسيت بالوقت فعلا. انا فاكره لسه هنكمل. ميرسيكي ميرسي ميرسيكي الله ميرسيكي. الله يمسيكي بالخير. ميرسيكي جديده والله العظيم. نورتينا يا سيمو. عايزين نقابلك تاني بقى بعد رمضان ان شاء الله كده، لما نيجي نتكلم ايه مع ناس كده على الهادي. على الهادي يا زبيتي، على الهادي يا زبيتي. ماشي سمعوني ايه بقى؟ فوزي متع يا سيمو. يلا قبل ما نروح فوزي هنسمع فوزي يا جماعه. يا عيني يا ليل وسلامة هم وحسد للعنوي والحسد وسلامتك يا حسد من الرمش اللي حسد سلامتها 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 موحى وسلامتها موحى سلامتها من العنوي من الحسد وسلامتك
يا حسن في الرمش اللي حسن سلامتها 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 أمو حسن جالها الدور اللي ماشي والدور ما نايمهاشي جالها الدور اللي ماشي والدور ما نايمهاش والعين ما سايبهاش محسودة أمو حسن سلامتها أمو حسن من العين ومن الحسن وسلامتك يا حسن من الرمش اللي سلامتها أمو حسن من العين ومن الحسن وسلامتك يا حسن من الرمش اللي حسن سلامتها 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 أمو حسن.